أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مادة التحليل البيئي، الوحدة الثامنة، المخلفات الصلبة والسائلة Solid and Liquid Waste. أهداف هذه الوحدة: التعرف على تصنيفات المخلفات Classification of Waste، المخلفات الصلبة Solid Waste. والمخلفات الصلبة هنالك 8 أنواع من المخلفات الصلبة: 1 مخلفات منزلية، 2 مخلفات مسالخ، 3 مخلفات مستشفيات، 4 مخلفات صناعات صغيرة، 5 مخلفات حيوانات أو بين قوسين روث، 6 زراعية صلبة، مخلفات زراعية صلبة، 7 صناعية كبيرة أو مخلفات صناعية كبيرة، 8 مخلفات البناء والتشييد، مخلفات البناء والتشييد. هذه هي 8 أنواع من المخلفات الصلبة. المخلفات السائلة liquid waste، وهذه تنقسم إلى 3 أقسام، منها 1 المخلفات المنزلية والصناعية، 3 مياه الأمطار. وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع للتعريف بأهداف هذه الوحدة التي تخص المخلفات الصلبة والسائلة وتصنيفها، وسوف نتناول بالتفصيل الشرح لكل هذه الأصناف.